تعلق على هذا الخبر، وهو الخبر الأخير وأخيرا وليس آخرا، وهو أن فازت شيلا سبت في سفيرة لقب سفيرة الجمال العربي 2020. أول شيء هالمسابقة منو سواها؟ ما ندري عنها صراحة. تشك بوم طلع هذا الخبر. زين، منو اللي تقدم لها؟ ما ندري. منو اللي تم يعني المنافسة على هذا اللقب؟ ما ندري. تشك بوم شيلا، يعني أنا أشوف، وشوف شيلا انا اوكي جميله، ما راح نختلف في هذا الموضوع، لكن هناك اجمل منها. انا اشوف مثلا ريم عبد الله على انها نفسيه صراحه وغرور وخشم مرفوع، بس الصراحه يعني بنيه اجمل امانه كجمال عربي. احنا قاعد نحكي عن جمال عربي. انا اشوف شيلا جمالها هندي اقرب الى، يعني اقرب منه او ابعد من العربي. يعني في ناس وايد، يعني امل العوضي، ريم عبد الله، نور غندور، هنادي الكندري، وايد في. انا اشوفهم لو حطيت صورهم يم بعض احلى من شيلاء. فاساسا يعني من وين يا هذا اللقب؟ ومنو اساسا؟ ومتى صارت هالمسابقه اللي ما حد سمع عنها نهائيا؟ يعني ماي مستغربه. يعني انا رد اقول يعني ليس هجوما على شيلاء، ولكن شيلاء انا ارجع اقول شكلها هندي اكثر من انه شكلها عربي، وهناك في اخريات اجمل. وراح يقول لي والله التجميل، ما التجميل، الكل حط تجميل، حتى المتابعين قاعد يسوون تجميل، ريايل وحريم. فلا تقعد تستشرفون وتقعد تقولون والله فلان مسوي تجميل وفلان مسوي تجميل. انت اساسا عيادات التجميل شغاله على المتابعين، على الجمهور، على الناس، على الشعب اكثر من المشاهير. على احنا هم يبون المشاهير يسوون دعايه، المشهور يروح يوم واحد، المتابعين والجمهور يروحون في عيادات التجميل طول السنه ليل ونهار، اسبوعيا مرتين ثلاثه يروحون في ناس. اوكي، فلا تمسكون على حكاية إن والله يخلي التجميل ومشاهير، ما أنت تسوي تجميل أكثر من المشاهير. أوكي، بس أنا قاعد أحكي من هذا المبدأ، إن هذه المسابقة متى صارت، ومنو اللي تقدم لها، ومنو اللي اختار، ومنو اللجنة، ومنو ما هذا، ما حد يدري. تكبوم شيلاء سبت سفيرة الجمال العربي، إزاي؟